نواف ايش يخسرنا؟ يا ولد اجلس يا ولد انت يا سلطان شوي عطنا بالله يا عطنا تفسيرك وش خلينا نستفيد كلنا ترى ما في الجدات مخطي مو انا بس بالحال لا كلكم الثلاث انا شايف يعني احترموني قدامكم احترموا الفقره محشوم محشوم اذا ما بعجبكم الموضوع تقدرون تفضلون محشوم يا ابو بخر محشوم ما في الجدات اذا الوضع زي كذا تقدر تفضل انا ماني معلمكم انا اتكلم عنكم كلكم يا الاربعه اسمع 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 كلكم يا الاربعه كلكم يا الاربعه عندي اجابه يا مخلد كانك يعني تعتبر عاقلتهم لا ولا تصدقون بس الكفوف يا سلام يا سعود يعني لمجدي دايم يعني الرجيل الرجيل ما فيه مخطي هذا ما هو